بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشر كوحة وكساب سنة فضلق إليه ذهي الدعاء يا إلهي والله بريه سبحانه وتعالى قفك مسلم كاوحة كواتبا إنه مروا بإلهي سبحانه وتعالى وبريه بريضنا وحي كم التهاي عبادة إلهي سبحانه وتعالى وينقو أدوان صدي وحي موجنا يسعينا أدوانك إلهي سبحانه وتعالى وبهن يهي أدوان نماء موجنا يه سادرتيد بلدون يقفك إنو إلهي مروال بأو بريو كارهان وقتك لباتوينك أيهاي استانا إنو إلهي سبحانه وتعالى حقي سأوتشيت سدو أو إلهي أبريو حايا لي لبتا يدبات هذا إلهي مبقادك رب سبحانه وتعالى رب وحي نوشو بكرا الله سبحانه وتعالى وداغ ينوصو صاري كرا ودبات هذا يدبتا إنها يستا ربي أمبا سبحانه وتعالى نغا صاري كرا قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ربي قي وحو ذن ليه هاي بري واني ذن كاقبلي دوناي ووحو يديستا وامر مرك هرين إن إلهي برينا وشيلين أمري ويا إن إلهي سبحانه وتعالى إن كاقبلي ينا وبلنقاد الله سبحانه وتعالى ينو بلنقادي مرك وحل دوني يا دونكو إن أنو عد كلكم ما رئيسانين إن فربضاني وبلا آدن ما وحبكو دامين إن أنو كحيقيني إن ربي سبحانه وتعالى أبريوه باهيه سنة وشيكتو وباهيها قفك بالآدم كاهي ما هاون انت موقاتا انت قرصون باب بضن مركا قف والبا وحل دونيا باهيدي سيستغا قرانيه انو إلهي سبحانه وتعالى بريو بدنوا مد عامة بدنوا مد خاصة لبدا با إلهي بري إلهي حلية بريا أنوان ذكا قبلية تي عامة لدونيا ندتكو إلهي سبحانه وتعالى بريان لباتو انك قف والبا هايستنا انو سيقارة وبريو حي لقف بحنو سنية قف با لباتك لا هايستا قف با ميلفر بضنو كلي ككربان مركا قف وليبا استقا قران ايا دنتيسي انو الله سبحانه وتعالى ويديستو ادعو ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين إلهي سبحانه وتعالى حلية إبريا ادعوا ربكم ربي قيم بريا وأمر وي تضرعا إذنكو إلهي سكره لغاية وخفيا إذنكو عطك هوسر لغاية إنه لا يحب المعتدين إلهي متش على الددك حد قدبه وحد قدبنا إسكا إلالية حد قدبك إلهي سبحانه وتعالى بريا إذنكو إلهي سكره لغاية ومركو قفكو إلهي سبحانه وتعالى بريا يو لما دونا يينو ده التاك تاكو يينو قيل قيل يمدنا لما دونا يين وحل دونا يينو أطوني ما موشيو يباهي isla markaana uu codka hoos u dhigo ilaahayna ma jecel ku waxad gudba markii hore aad waxad gudub hala imani adigu oo xad gudubkii aan la imanin isla markaana adoonimo muujiyay ilaahay bari adoo aadaabta la imanaya qala taala wa idha saalaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun rabbi wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala haday adoomadoodi ka waydiyaan nabi allah anigu waan u dhawahay waan aqbalaya bariyada ka i bariyaya وقت وي بريو هاي رميان او هاي اجيبان سي اولي بانا ايو حنونان نبي عليه الصلاه والسلام اي سحابد وي ديانو مكا سيدا ربي ميو نغا فوق يحي او وانو ودواقنا مسو دو يحي وان لا حشاشقنا انتانو نبي غبا او جوابين عليه الصلاه والسلام ايا ربي او جوابو وخدو ويدا سالك عبادي عني حدي ادومديد كا ويديان فاني قريب انو وانو دوهي اجيب دعوه الداعي اذا دعان وان اقبليا ييرمدا كا ييريه اي دواقيا وقت فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي هرتا أنيق هاي الرميان وهاي أجيبان لعلهم يرشدون ساي وهنونا وما حل الدنيا مركا أوه الرئيسة إن دي الله سبحانه وتعالى رميسهم إن دي الله أقبشه وأمر كيسا أدقالتهم مركا ساي الله سبحانه وتعالى ديقنا وبريضا دا أقبلي قف عاسية أو الله سبحانه وتعالى أنا أدون نمبا أوه قولين حبالك أقبلي ماي بريضي سنة الله أقبلي مايو وحلا وحو بهاي هنا عد السين ميسو مركا سار ربي وحلا سبحانه وتعالى مركا هري هاي أجيبان وهاي الرميان ساي وهنونا لنقف هنونسن أو إلهي سبحانه وتعالى أدونه أي إلهي سبحانه وتعالى لبتا يدبا تضحي ستنا إلهي وكساري أما يجيب المضر إذا دعاه ويكشف الصوء يا أجيب إياك لبا تيسن وقتك أو رواقي لبتنا يا كفيدي دواء الله سبحانه وتعالى كلبا تيسن عدة أجيب إسا يوسو قرمان إسا مركا أو رواقي يا الله يا الله وليه هو ربي سبحانه وتعالى لبا تضحي ستنا إلهي ومبا كفيدي كري بدا أدو كلقات شوقها دي كلها اللي منتو وحي أتصارني دونتي مركا إلهي بكو سو قرمانية هودة هدي ديارة دي أتصاريد أي هدي الأرض هاليس كشو إلهي بكو سو قرمانية سبحانه وتعالى بريقة هداد شوكتو إلهي بسبحانه وتعالى كو سو قرمانية هداد عدلة شوكتا إيه هداد عدلة شوكتا مركا ميرو بإلهي بكو سبحانه وتعالى وعن نعمان بن بشير رضي الله عنهما عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال وحول الدعاء هو العبادة دعاءه يذهب عبادة وبعبادة لفتي دوية سادرت يدبان الله أقولين عدان الله أهين إن أتبريده مر هدي بريده أي عبادته أي عبادنا إلهي يوم بأسكله نبينا الله ما بريكره ولينا الله ما بريكره شيخنا الله ما بريكره عدكنا الله ما بريكره عد الله بري يا وحلوي دي سنة يا والله سبحانه وتعالى وعبادة إلهي بأسكله دعاءنا عبادة كم تاي أنا صلى الله عنه قال وحول كان أكثر الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعائك النبي وحا وقبضنيد اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار متفق عليه إلهي واحد سيسا الدنيا ذا وناك آخرنا وناك عذاب كان إيقا داريه وح الله وحي عضبها هنا يدوردن انت أساسه كوبيس إلهي واحد سيسا الدنيا ذا واحد سيسا وناك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مركا هاي القرآن كان نساء سيد نبي قلنا عليه السلام اللهم آتنا في الدنيا إلهي واحد سيسا الدنيا ذا حسنة وناك وفي الآخرة حسنة آخرنا وناك وقنا عذاب النار عذاب النار تنا نقدر عليه أنت ضمان توردن ترترين لهيد باهية هاجا مد بعد مر شيء لهيد تسا كوسا أورونيسا ولا دون يقفك إنه الدعاء ده سوى ذا كوبيسا إنه كنت عايزه سوى مركا وحيس أيقوسا كوبمان وحي أوبهنا يوردن إلهي سبحانه وتعالى وأوبريه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حركان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي قول حرنشر اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر رواه مسلم نبي قول حرنشر اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري إلهي وحد يتوسسا دين تيدا أرن كي قردمي وكتير سيحي هدي دين تكو هقاكتو وحو لبو يكو هقاقيا لكن هدي دين تك هاقا لو عطو وحو لبو يقلو عني مر هدي دين تك هاقا لو عطو أرن كاقا أردمي وقلو عصمي اللهم أصلح لي دنياي إلهي الدنيا دي إيه هقاك التي فيها معاشي نرشيدو أي كتير سنتهي وأصلح لي آخرتي إله آخرة دي إيه هقاك التي فيها معادي هل كأنو نقنيو واجعل الحياة زيادة لي في كل خير إلهي وحد نرشا إذا إي سيادة سأنت خير إلا هذا واجعل الموت راحة لي من كل شر إلهي وقيري ذا راحة إيقادك شر أردن أنك راحة يستو رواه مسلم حديث كان وحكوبة وحلو حد مي آخر بقى نوباهنا إلهي الدين تأيها قاتي إلهي النرشا الدنيا تأيها قاتي إلهي آخرة إيها قاتي إلهي أنت نرشا نخير إلا هذا إنه لا إلهي إيقار راحة مرك شر مويانا وحي هري أنا تشرين ركوا الدعاء لدونا أيو أنت اللي حافظه اللي قد عايزته وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي وحد برتا الدعاء أن كنت عايزت الصلاة ديدا قال وحر قول وحتر هذا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر ذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم متفق عليه وحتر هذا أبو إله يوم نفتي ديمان ظلمي ظلمي فرب dambiga cid dhaaftaa ma jirta adiga mooyaan ilaahay uu ii dambi dhaaf oo waxa si saad dambi dhaaf iyo magfiro agtaada ahaatay ilaahay uu ii naxariisto adu waxa tahay mid dambi dhaaf madan oo naxariis badan ba tahay kawa ducooyinka la doonayo qofka muslimka ah inuu ku dadaalo kuna ducaysto kuwa koobaya waxa la wixii qofku u baahnaa adduunyada iyo aakhiraba waxaan jaabir radiyallahu anhu qaal wuxuu qaal rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulka ilaahay wuxuu yiri la tad'u ala anfusikum wala tad'u ala awladikum wala tad'u ala amwalikum لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لك هو مسلم يا الله لأنه دي ديوحة كم مدعى إن أنا قف مركو دعيسني أما مركو حبار تميو إن أنا نفتيس حبارين ليدوبي لو حقك لو عكسك حبار يدعو إن أنا نفتينا وحب لي النبي نفتينا حبارين وأولادينا حبارين ومالكينا حبارين وبلاي يباس حبارين وي تبعدنا أي وافق ذو ساعة إلهي وحي لغو دواقب وأقبل أيو مركا حباركا إلا إسكا إلاليوي تتكينون إن فرب بدن نفتو دي حباريا ومالكو دي حباريا وأولادو دي حباريا ووطاكو ربي حباريا وحاسو حباري سوي دارنا يا ووحا نفتا إنكا تريويا دي إلهي وأقبل أيو دبتنا ونغو دعيا واتا دبتنا لدوخيويا وحي سواري مي وحي سكدو عين يبارك ميسي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء رواه مسلم أدونك وحول ربك ugu dhow yahay waqtigu sujuudsan yahay ducada badiya waqti
waqtigaad sujuudsan tahay ee wajiga aad dhulka ku hayso ayaa la doonayaa inaad Ilaahay subxaanahu wa tacaala barido oo ducada aad ku dadaasho waqtiyada loogu aqbal dhow yahay. Macnaha addoonku waqtigu rabbigii ugu dhow yahay ee ducadiisuna ugu aqbal dhowdahay waxa weeye waqtiga uu sujuudsan yahay. Haddaba wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam ducada badiya. Wacan abi umaama radiallahu canhu qaala xuri qiila lirasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam ayu ducaai asmac ducoteebaa loogu aqbali badan yahay. Qaala wuxuu yihi jawfu layli alaakhir, waa habeenka bartankiisa weliba xagga dambe, habeen barka iyo wixii ka dambeeya, wa dubra salawaati almaktuuba, iyo salaadaha faralka ah dabadooda waa waqtiyada loogu aqbalid badan yahay wey. Waxaa la doonayaa addoonku intuu habeenkii soo tooso oo salaatuleyl uu tukado inuu ilaahay baryo oo ilaahay subxaanahu watacaala baahiyihiisa oo dhan ilaahay subxanahu watacala uu baryo, waqtiga loogu aqbalay iyo waqtigan uu sujuudsan yahay ee rabbigii subxaanahu watacaala uu sujuudsan yahay. Marka walaalay, dhibaatooyinkan, abaarahan, iyo khilaafaadkan, iyo dhibtan ina haysata waxaynu kaga bixi karaynaa inaynu ilaahay subxanahu watacaala barino, ilaahay u soo noqonno, ilaahay isku dhiibno, halkaynu leenahayna caawiyaay wax noo soo diraay, hay-adihi mayaay, dadkii dibaduhu mayaay, dadkii guduhu mayaay, daasun lahayo. Qof waliba hadduu ilaahay subxaanahu watacaala ayaa Allah yidhaahdo oo gacmaha aynu kor wada taagno, dembigii iyo dunuubtii aynu la nibidna aynu ka toobad keeno, ilaahay subxanahu watacaala wuu inaga aqbalayaa. Roobka iyo naxariistana ilaahay subxanahu watacaala wuu inoo shubayaa. Taa aynu ku dadaalno ilaahayna subxanahu watacaala sida xaqayna waafajiyo. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.